فيديو النهارده هو توتوريال على ريميكس كيكو سنير اللي انا عملته لباتستوتا. وقبل ما نبدا الفيديو حابب اقول لكم انزلوا اعملوا اشتراك للقناه دلوقتي، لان الفتره الجايه هنبدا نهتم وهننزل لكم توتوريالز كتير ان شاء الله على القناه. ولو عايز تشتري البروجكت دوت او عايز تعمل معايا اي شغل عموما هتلاقي رقم الواتساب تحت وهتلاقي الانستجرام الخاص بيا تحت، ادخل كلمني واقول لك على التفاصيل. اول حاجه عملنا هنا ايه، جبنا الصوت زي ما انتوا هتسمعوا دلوقتي عارف تيكو سنير وغيرها. وبدأنا نكتم شوية في الصوت بالمود اكس، المود اكس اللي هي ديت. نقفل السامبل دوت، نسمع كده أول حاجة، عارف تيكو سنير ده الصوت وهاي الأصلي، هاتس يعني تراب دم وتك وشخاليل وصابات يعني مهرجان. ده المود اكس اللي هو بيكتم الصوت. عملنا الاوتوميشن هنا زي ما انتوا شايفين. وتاني حاجة في البداية هنا خدنا الصوت دوت، ده سامبل، ولعبنا سلايد زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بدأنا بقى نعمل ايه، بدأنا ناخد الصوت عارف تيكو سنير تيكو سنير تيكو سنير عارف تيك تيك تيكو سنير. اول حاجة نوريكم الميكس عامل ازاي. عارف تيكو سنير ده الميكس زي ما انتوا شايفين، حاطين ايكولايزر اللي هو اهم حاجه اصلا اتحط، هو الايكولايزر، وعملوه بالطريقه ديت بحيث ان احنا مش عايزين نطلع الجزئيه دي فكانت منها. ورفعنا شويه من الهاي فريكونسي بحيث ان الصوت يبقى حديث، لان هو ده كان لايف على الانستجرام اعتقد، فكان الصوت مش قوي فاضطرينا ان احنا نحدث الصوت. وكل الحاجات اللي احنا حاطينها هنا دي هتتلعب اوتوميشن، الاوتوميشن اللي هو تطلع فجأة، تظهر فجأة وتختفي تاني او في مناطق معينة. وبعد كده عملنا ميلودي بسيطة جدا، ميلودي بالنكسس بصوت البلاكيد ميوت جيتارز، نسمع كده. وحطينا عليها ريفيرب بسيط، ولعبنا ايكولايزر من هنا وايكولايزر من هنا. بعد كده البيت بدأ يدخل مع الفوكالز واحدة واحدة زي ما تسمعوا دلوقتي. تك 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 وسنير تك وسنير وهاي هات سك وسنير تك وسنير وهاي هات سك وسنير تك وسنير تك وسنير عارف تك وسنير وهاي هات سك. ضفنا سامبل اللي هو سامبل سريه الشرطه، وضفنا ال 808 والهاي هاتس والكلام ده كله زي ما انتم سامعين دلوقتي. تك تك وسنير وهاي تك وسنير وهاي هات سك ده البيت. ضفنا هنا شوية طبل خفيف جدا بحيث انه يدي طعم جديد في التراك او حاجة جديدة معمولة في التراك. بعد كده وظبطنا طبعا الميكس بتاع البيت. بعد كده طلعنا على البيلد اب اللي هي الحتة اللي الحاجة اللي بتهيأ للريميكس طالعة. تيكو سنير تيكو سنير تيكو سنير تيكو سنير تيك 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 تيكو سنير حاجة. عملنا الفوكالز كده زي ما انتوا سامعين. تيكو سنير تيكو سنير تيكو سنير تيكو سنير تيك 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 بس سيبوكم من الفلاتر اللي محطوطه دلوقتي، لان انا عامل اوتوميشن فما باجي اشغل ده لوحده فالتاني بيشتغل مع بعضه. ما علينا، نبدا نشوف كده اللي عاملينه تحت. عملنا ايه تحت، عملنا اسمعوا كده، حطينا الصوت البريس دوت كويس جدا، مول من آلة النكسس. بعد كده حطينا الدرام لوب، سينماتيك درام لوب، ونفس الميلودي. بعد كده حطينا الوايت نويز اللي هو بيبقى نويز تقيل جدا، بس احنا بقى ظبطناه من هنا، خليناه اوت نازل شويه. وعملنا الميكس كده، قطعنا حته من هنا زي ما انتم شايفين عشان صوتها كان حاد جدا. نشوف دلوقتي بعد كده عملنا ايه، حطينا نفس اللي كانت في الاول الصوت دوت. بعد كده نبدا بقى ندخل حاجه زي كده زي ما انتم شايفين الصوت ده عملناه ازاي. عملنا عليه بيتش فطلع بالطريقه دي. نقفل الفوكالز، ترام ترام تيكو سنير
الناس السامعين بقى ديت، اتخدنا الصوت وقطعناه وعملنا عليه تقوية تقيلة جدا زي كومبريسور و OTT و بلاجنز كتيرة جدا حطيناه عليه. نسمع كده. حطينا الـ 808 زي الطبيعي بس ادينا لها تقوية اكتر زي ما انتوا سامعين كده، والكيك وصوت السارينا، ومليناها فوكالات وشوية بريكشن زي ما انتوا شايفين كده والوايت نويز، وطلع بالشكل اللي انتوا سمعتوه دوت. وعملنا بيتش داون على الصوت. فبس كده، ده كان شرح النهارده. متنساش تشترك في القناه، ولو عايز تشير البروجكت ادخل كلمني، لو عايزني في اي شغل عموما ادخل كلمني على الواتساب او على الانستجرام. فبس كده، متنساش تعمل اشتراك للقناه.